بسم الله الرحمن الرحيم. تستمر مديرية الموارد المائية في ذي قار في متابعة توزيعات المياه وتطبيق نظام المراشنة في جميع الوحدات الإدارية في محافظة ذي قار استناداً إلى الحصص المقررة لكل وحدة إدارية وبالاحتمال على الحصة الواردة لمحافظة ذي قار في حوض الغراف وحوض الفرات. إضافة إلى ذلك تستمر المديرية في إزالة التجاوزات على الحصص المائية ومحرمات الأنهر لتأمين المياه للخطة الزراعية الصيفية، إضافة إلى مياه الشرب والاستخدامات الأخرى، وإضافة إلى حصة الأهوار. ورغم الظروف الجوية وقلة الأمطار لهذا العام، إلا أن المديرية أنجزت الخطة الزراعية الشتوية بالكامل، إضافة إلى إنجاز ما يقارب 75% من الخطة الزراعية الصيفية، مع المحافظة على منسوب ثابت في الأهوار وتأمين المياه لمقدم مشروع ماء البصرة من ناظم البدع. وتستمر مديرية الموارد المائية أيضا في صيانة محطات الضخ العاملة في عموم أنحاء المحافظة لتوفير مياه الشرب ومياه السقي للأراضي الزراعية في عموم المحافظة. المهندس رزوان عبد الأمير كاظم، مدير الموارد المائية في ذي قار.